سلام دراري في فيديو جديد، مو مدري عارف راسي خبرش عليكم، ولكن انا دابا رجعت لكم ان شاء الله غادي نرجع بقوة. وقرر اني نبقى ندير فيديوهات مرة فيديوهات كيكونوا قصار بزاف، ندير نشوفوا السوق ديال العملات الرقمية كل نهار. الا قدر ندير فيديوهات كل نهار غادي نبقاو ندير كل نهار. كيف ما كتشوفوا الاخوان، السوق طالع اليوم مزيان ماشي مزيان، مي فيه الخطورية، داكشي غادي مزيان. وكنظن اظن على حسب التحليلات وعلى حسب الاخبار اللي كتروج، ان البير ماركت قرب ينتهي. وملي غادي يسالي البير ماركت كتجي واحد الفتره ديال البول ماركت، وحنا كنعرفوا واش كيوقع في البول ماركت، يعني انفجار ديال العملات الرقميه. داكشي على شحال هادي كنت كنصح الناس انهم يستثمروا في البير ماركت، وماشي تستثمر على ماشي تحط فلوسك كاملين في عمله واحده. بقى هذيك العمله اللي بغيتي تستثمر فيها واللي غادي دير واللي درتي عليها لي غوشيغش ديالك، غادي تبقى تدخل ليها على دي بارتي. مثلا انت بغيتي تدخل البي ان بي، غادي تحط عندك واحد $1000 وغادي تقسمها كل مره تدخل في ما يزيد يطيح تدخل. مثلا دابا بغيتي تشري دابا في 225، غادي تشري في شي حاجه في $225، غادي تشري واحد $100 في 225، غادي يزيد يهبط عاوتاني ل 220 تشري، وزيد يهبط عاوتاني ل 210 تشري، يزيد يهبط عاوتاني ل 200 تشري، 190 تشري. فهمتي؟ بحال هكا تقسمها على دي بارتي، غادي تشد واحد الكميه ديال الفلوس وتقسمها على دي بارتي. الناس اللي كانوا داخلين في الشيبة، مبروك عليكم، الشيبة دارت واحد طلعة زوينة، مي ماشي شي طلعة، دارت البارح واحد طلعة تقريبا ديال 25%. كيف ما كتشوفوا هنا البيتكوين، البيتكوين باقي حاصل في $20,000، ولكن ان شاء الله غادي يكون واحد الصعود، غادي يكون واحد الصعود ان شاء الله للبيتكوين. بغيتي تشري شي البيتكوين من باينانس، يعني غادي تشري فابور باينانس. يلا علنات على هذا الخبر اليوم، وخبر زوين باش الناس تشري البيتكوين. وكيف ما كنعرفوا راه جلوبال ماركت كاب غادي يطلع، ولا طلع الجلوبال ماركت كاب كاع العملات غادي يطلعوا هنايا. ننصحكم بهذا الموقع ده سميتو كريبتو بابلز، كتدخل كيطلع لك كاع العملات اللي كيطلعوا بواحد النسب كبيره. بحال مثلا هنايا البوليغون طلعت بواحد النسبة كبيرة، جي ام تي تاهي غادا طالعة من بعد ما كانت في 0.3، غادا طالعة غادي توصل حتى $8 جي ام تي كنتوقع. وكيف ما كتشوفوا الدراري، قربنا اكثر من اي وقت مضى اننا ننتهيو من الكاوس ديال البير ماركت، وان شاء الله يجي شي بول ماركت وكاع اللي مستثمر يتكبر لي المحفظة ديالو. وبالتوفيق للجميع، إن شاء الله.